أعلنت شركة النقل ساتيام أمس السبت أنها علقت جميع أنشطتها للنقل ما بين المدن حتى إشعال النخر، تجاوباً مع القرار الحكومي الصادر أمس بوقف ربط وسائل النقل العمومية بين المدن المغربية في إطار إجراءات الطوارئ الصحية التي انتهجتها المملكة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. ووفق بلاغ لساتيام فإنها تؤكد أنه لن تنطلق أي حافلة من محطات الشركة الرسمية ووفق بلاغ لساتيام فإنها تؤكد أنه لن تنطلق أي حافلة من محطات الشركة الرسمية ابتداء من السبت 21 من مارس على الساعة 11 ليلا و 59 دقيقة. وأوضحت الشركة أنها تخبر عموم زبنائها الأوفياء أن جميع الرحلات سيتم تعليقها إلى إشعار آخر.